زيت العقيد أيضا ونحن بصدد وقعة الاغتيال تلك التي تمت في عام 2019 وبالتحديد في منطقة شيشلي بإسطنبول. كان من الواضح انتهاك السيادة التركية والقيام بعملية الاغتيال تلك، ويبدو بأن الدولة التركية لا تتهاون مطلقا مع أي شخص أو أي جهة أو أي دولة تحاول أن تنتهك سيادتها، فكيف رأيت عملية إلقاء القبض على هذا الدبلوماسي الإيراني؟ يعني لن توقف العلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية بين إيران وتركيا عملية ملاحقة هذا المجرم الذي اغتال المعارض الإيراني في منطقة شيشلي في إسطنبول في عام 2019. لذلك كانت هناك مراقبة حثيثة جدا من قبل السلطات الأمنية التركية التي أدت إلى إلقاء القبض على هذا الدبلوماسي الذي كان يحاول الفرار. تركيا لن تتهاون أبدا، وكذلك رأينا من عدة عمليات مشابهة مع بعض الدول بأن تركيا حتى الآن لن تتهاون في مقتل أي معارض على أراضيها إن كان من قبل إيران أو من غير إيران، لأن تركيا دولة قانون، دولة يعني دولة حقوق، لا يمكن أن يغتال أو تستخدم أراضيها من أجل اغتيال وقتل المعارضين للدول الأخرى. لذلك تنتهج تركيا هذا الأمر، والعلاقات والمصالح لن تسقيها عن متابعة الحقوق أو اتخاذ الإجراءات ضد الإرهابيين والقتلة. سيد العقيد أحمد، يبدو بأن الدولة التركية تحارب في أطراف عدة، وبالأمس شهدنا يعني حادث مأساوي للغاية وفاجع بالنسبة للشعب التركي عن طريق قيام حزب العمال الكردستاني البيكيكي هذه المنظمة الإرهابية بقتل 13 من المواطنين الأتراك في إحدى المغارات بشمالي العراق. كيف تابعت هذه الحادثة الأليمة؟ بالنسبة لحزب العمال الكردستاني أو البيكيكي، هو منظمة إرهابية تقوم تركيا بمحاربته منذ 40 عاماً.